جامعة بيرزيت. بدأت سنة 1924 كمدرسة بسيطة متواضعة، وتطورت تدريجيا إلى كلية بيرزيت، وكانت مؤسسة خاصة الحقيقة تملكها عائلة دار ناصر، ولكن في 72 تم القرار بتحويلها أو تطويرها إلى جامعة. وبالفعل عانينا كثيرا حتى نحصل على ما يسمى الاعتراف بالجامعة، لأنه يعني الناس ما بتعرف إيش جامعة في الأرض المحتلة، ولكن حصلنا على الاعتراف. ولما تخرجوا أول دفعة من الطلاب في 76 كانت الشهادة معترف فيها في العالم العربي وفي العالم الأجنبي. أهم ما ميز جامعة بيرزيت وأهم ما ميز الكلية حتى من زمان هو هذا الجو المنفتح المتحرر الحر على الذي في داخل الجامعة. أنا بعرف أنه خارج الجامعة في احتلال وما شابه، ولكن داخل الجامعة إحنا بنفتكر أنه وفرنا فضاء مهم للرأي والرأي الآخر اللي تفتخر به جامعة بيرزيت. الاحتلال حط صوب الجامعة وأغلقها يمكن حوالي 16 مرة في تاريخها، مرة 4 سنوات متتالية. يعني احنا نعتبر هذا الجزء ثمن بسيط من العمل الذي قمنا به في جامعة بيرزيت. وانا بعرف انه مؤخرا تم اختطاف احد الطلبة في جامعة بيرزيت، فهذه المسيرة هي مترادفة. هذا العمل من قبل قوات الاحتلال لن يخيب ويكسر عزيمة أسرة جامعة بيرزيت من طلبة وعاملين. جامعة بيرزيت لأول مرة أي جامعة فلسطينية دخلت في تصنيف العالمي، التصنيف هذا اللي بنسميه QS، من أفضل 3% من الجامعات في العالم. يعني ذلك أنه من 26 ألف جامعة بيرزيت من أحسن 800 جامعة. فإحنا دائما نسعى إلى الأفضل وتقديم الأفضل لخريجينا ولمجتمعنا الفلسطيني والعربي والإنساني كذلك. الجامعة بمجتمعها هي مؤسسة قوية جدا تقف ليس فقط أمام الاحتلال، ولكن أيضا أمام أي فكر غير متدور. واللي بيميز جامعة بيرزيت هو ليس فقط زي ما قلت هو النضال ضد الاحتلال، وإنما النضال من أجل التفكير الحر المتدور.